معنا ولي احدى مصابات متلازمه الدور، حكينا عليها. شكون انت؟ شكون هي؟ انا جابري الزهري، ولي التلميذه ابتسام جابري، تدرس بمحط التكوين لجمعيه انيت. وشكون وصلت في المشوار الدراسي؟ المشوار الدراسي تحصلت على المشوار الدراسي، قلت لك الان راه في محط التكوين بعد حصولي على شهاده التعليم المتوسط. شهاده التعليم الابتدائي عفوا، بمعدل 1275 سنه 2019 اعتقد. والان راه في المعهد التكوين تابع لجمعيه انيت. طبعا كنت قلت لي بلي ما يقدروش يخلوهم يكملوا الدراسه تاعهم في المستوى، يعني على مستوى الوزاره. على المستوى الوزاره احنا كاولياء كنا نتمنوا بان هؤلاء الابناء يقدروا يكملوا الدراسه نتاعهم في المتوسط، ولكن نظرا لانهم يقولوا لان التلاميذ ما يقدروش يكملوا المستوى المتوسط، لان احنا الجمعيه كجمعيه رانا وجهناهم للتعليم المهني، تعلموا امور خاصه تعاونهم في حياتهم. واش اسمك واش تقدري تكلمي معنا؟ انا يا اليوم اسمي ابتسام جبري. انا يا اليوم بزاف اني فرحانه بزاف اليوم خاطر يعني ميلاد جمعيه انيت، اللي فرحتناها بزاف. أتكم بصحة واكيد انتم فرحتوا معايا، نحبكم بزاف ويمسكم بزاف. نحبك حنا تاني. شكرا استاذ. عفوا، ربي يبارك فيك ان شاء الله.